بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة ديانا ستور اس في تي. ان شاء الله غادي نصحو السؤال رقم 4 من امتحان ولوج كلية الطب والصيدلة ديال سنة 2020 مثلا على بركة الله. لاير ان دو ترونسفير او بيان لاير ان ترونسفيراس، ار ان ترونسفيراس كاين ار ان ميساجي و لاير ان ريبوزوميك و هاد كاين لاير ان ترونسفيراس. هاد لاير ان ترونسفيراس s'associe par, يعني كيرتبط par à l'ARN, يعني باش كيرتبط، donc كيرتبط بالARN pour assurer كيرتبط بشي حاجة واش anticodon ولا codon anticodon anticodon codon. دائما هنا مع الARN، مفهوم؟ دائما هنايا مع الARN pour assurer، يعني باش يدير لنا واحد لاطاش. شنو هي هذيك لاطاش؟ واش لا تراديكسيون بحال هنا وبحال هنا، اولا لا ترانسكريبسيون بحال هنا وبحال هنا، اولا لا ريبليكاسيون بحال هنايا. دونك اول حاجه بعدا لا رين ميساج شنو كيدير؟ لا رين ترانسبوراس، مفهوم؟ دونك كيكون عندنا الخيط ديال ار ان ميساجي وكيجي هذيك لا رين ترانسفيراز اللي دايره بحال هذا الشكل هذا، باش كيدير لينا شنو؟ ماشي لا ترانسكريبسيون دونك بغالطا، ماشي لا كذلك بغالطا، ماشي باش يدير لا ريبليكاسيون كذلك سيغالطا، مفهوم؟ ولكن باش يدير لينا لا تراديكسيون. اذا كيبقى ليا شنو؟ كيبقى ليا ا و او بجوجهم كيتشابهوا ولكن كيختلفوا في كلمه واحده. شنو هي؟ دونك بجوجهم فيهم تراديكسيون وي هو لو رول ديال لاير ان ترونسفيراس. ولكن واش الار ان كيترتبط بالانتي كودون مع الار ان ميساجي، ولا الار ان ترونسفيراس واش كيرتبط بالانتي كودون مع لاير ان ميساجي، ولا بالكودون ديالو مع لاير ان ميساجي؟ اذا هنا هذا هو الار ان ميساجي مثلا، هذا هو الار ان ميساجي وهذا لونتيكود او هذا يعني لاير ان ترانسفيراس. هاد لاير ان ترانسفيراس كيكون عنده هنا، مفهوم؟ فهاد البلاصه هادي كيكون عنده واحد، دونك مثلا الا كان هنا اي سي جي لاير ان ميساجي راه ما غيكونش حتى هو اي سي جي، اللي غيكون الضد ديالو اللي هو ا جي سي. اذا هاد ا جي سي هذا كيتسمى لونتي كودون مضاد لواحد الرمزيه. مثلا في ار ان ميساجي كاينه اي سي جي، المضاد لوحده الرمزيه ديالها هو ا جي سي. اذا هذا المضاد لوحده الرمزيه هو اللي كيكون في لاير ان ترانسفيراز، وبالتالي لاير ان ترانسفيراز كيرتبط بالار ان ميساجي بار سون لونتي كودون بور اسيوري لا تراديكسيون. بالتالي الاقتراح ا هو اللي صحيح، اما الاقتراح بي فهو غلط. دونك هنا ماشي لو كودون وانما لونتي كودون باش تزيدو تفهمو كثر. دونك فوالا هو الار ان ميساجي عندو الكودون ديالو، عندو وحدات رمزيه مثلا يو سي جي كيف ما شرحت لكم. هنا اللي غيكون في هاد البلاصه الحمراء ماشي هو اي سي جي، لا غيكون فيها بلاصتها. دونك ا غتكون هنايا وحده ا، يعني هنايا غتكون عندنا جي مضاد ديال جي، وهنايا غادي تكون سي في الاخير، هنايا غادي تكون سي. دونك اي سي جي هو لاير ان ميساجي مضاد لوحده ديالها الرمزيه ديالها هي ا جي سي. هاد ا جي سي مفهوم، هذا كيتسمى الانتي كودون. اذا كل واحده الرمزيه عندها لاير ان ترانسفيراس ديالها وعندها الانتي كودون ديالها في هذيك لاير ان ترانسفيراس. ومن الجهه الاخرى ديال لاير ان ميساج ديال لاير ان ترانسفيراس كيكون عندنا سو كون ابل لاسيد اميني، اسيد اميني كودون بور ستينيتي. اذا حد لهنا كيسالي هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.